اضطرابات داخلية وحرب أهلية تلوح بالأفق في إيران، هكذا حذرت مجلة ناشونال انترست من سيناريو كارثي قد يؤدي إلى انطلاق موجات لجوء للإيرانيين أكبر بكثير من موجة اللاجئين السوريين أو الأوكرانيين نحو أوروبا. المجلة الأمريكية توقعت حدوث اضطرابات داخلية في إيران قد تصل إلى ما وصفتها بالمعركة الوحشية، سببه المخاوف من عدم حدوث انتقال سلمي للسلطة بعد وفاة المرشد خامنئي، خاصة في ظل وجود إبراهيم رئيسي كرئيس للبلاد. منظمة العفو الدولية توقعت أن تشهد طهران أسوأ احتجاجات واضطرابات ضد الحكومة في إيران منذ أن قمعت السلطات الاحتجاجات المنددة بتزوير الانتخابات عام 2009. فرغم أن إيران شهدت تظاهرات عديدة منذ سيطرة ولاية الفقيه على السلطة، إلا أن شبح الحرب الأهلية يخيم الآن على أجوائها، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد صراعات دولية وأقليمية تعزز فرص اندلاع فوضى في داخل إيران التي لطالما صدرت الأزمات والمشاكل إلى الدول الأخرى تحت غطاء الثورة. حركات الاحتجاج المتنامية في البلاد تشير إلى أن العديد من الإيرانيين لا يرغبون باستمرار حكم ولاية الفقيه، وهو ما سيجعلهم في مرحلة لاحقة في مواجهة مع متطرفين يؤيدون إيران بشكلها الحالي، وسيقومون باستهداف وطرد كل من يعارضهم. تقارير غربية رصدت تحركات للحرس الثوري الإيراني يسعى من خلالها إلى تعزيز قبضته على المدن الإيرانية، وهو ما يعكس حجم القلق والذعر الذي ينتاب الأذرع الأمنية والعسكرية والنخب الحاكمة في طهران، يقابلها مزيد من الانتهاكات تحت بند حماية إرث ما يسمى بالثورة.